تمام. موضوعنا ان شاء الله الاخير، يعني احنا دائما يكون دائما بالبدايه هذا المختبر، بس لانه تاخرت الماده لحد الان ما حصلناها ماده الاي بي او كيت، فلذلك صار تقريبا اخر مختبر. مختبرنا اليوم عباره عن مجاميع البلاد، بلاد جروب اند بلاد تايبس. كبدايه مختصره بالنسبه للبلاد، the blood type or blood group is classification of blood based on presence or absence of inherited antigenic substance. طبعا هاي substance تكون on the surface of the red blood cells وتنطيها الخصائص الخاصة بها. ممكن هو نقدر انه نسوينا differentiation between the blood type or groups اعتمادا على هذه مادة الانجينيك سبستانس على السيرفيس اوف ريد بلاد سيلز إذا كانت موجودة وإن كانت غير موجودة. بالاعتياد إحنا نسميها الأنتيجينز أو ما تسمى أيضاً شيموليتونوجين، أوكي؟ الجلوتينوجين أو الأنتيجينز نفس التسمية. أكو نوعين موجودة من الأنتيجينز اللي هي جلايكوليبيد اللي هو تايب A and تايب T. إذا كان الإنسان الريد بلاد سيل مالته تحتوي على الانتيجين اي، نعتبر هذا الشخص يحمل زمره بلاد من نوع تايب اي، واذا كان بي فهو من نوع بي، واذا كان يحتوي على الزمرتين في ان واحد على السيرفيس اوف ريد بلاد سيل نعتبره اي بي، واذا ما يحتوي نهائيا فنعتبره الاو. فاذا عندنا اربع مجاميع رئيسيه بالنسبه للبلاد اللي هي تايب او، تايب A والB والAB. المصطلح الثاني المهم اللي عندنا اللي هو الانتيبوديز. الانتيبوديز او ما تسمى بالاجلوتينين، هذا يحدث كمضاد علما للانتيجين. كل ما يشوف انتيجين المضاد ماده الانتيبودي يرتبط معه ويسوي لنا كومبلكس ويبدي يطرحه خارج الجسم عن طريق الاميونيتي. بالطبيعي بالجسم الانسان اول ما ينولد ما يحتوي على اي انتي بودي، ولكن بعد الولاده افتر بيرث راح يبدا الانسان يتعرف على انواع متعدده من البكتيريا، من الفيروسز، من البلوشن اللي هي تحتوي تقريبا نفس الانتيجينز اللي موجوده داخل جسم الانسان، فيبدي يكون انتي بودي لهذا الشيء. فاذا كان جسم الانسان عنده خلينا نقول انتي بودي مثلا للاي انتيجين، هذا يعتبره خلينا نقول نوع من انواع السيلف بودي، ما يقدر يهاجم نفسه، ولكن راح يسوي العكس مالته، يسوي انتي بودي للبي. هسه راح نشوف الجدول وراح نشرح عنه بالضبط. فلذلك انتيجينز راح يصير بها absorption in the blood and stimulate the formation of the antibody against antigen ما موجودة أصلا بالنيوبورن أو البيرث. فلذلك خلونا ببالكم أنه جدا مهمة في عملية تكوين هذه الأنتيبودي، تدخل البكتيريا والفيروس والبارتيكلز اللي هي بولوشنز للأنفيرومنت أنه في تكوين هذه الأنتيبوديز اللي هي ما موجودة الأنتيجينز داخل جسم الإنسان. هذا الجدول مهم لكي شوية يشرح لنا الوضعية اللي تصير بالنسبة للبلاد أو البلاد جروبز. تخيل هذا الزمرة، احنا مثل ما قلنا زمرة أي اللي هي تحتوي على انتيجين، تشوفون هذا الانتيجين السيرفس بشكل الدائري مالته، هذا نعتبره الأي، أي انتيجين، ونعتبر الشكل الآخر اللي هو البي. فلذلك اللي يحتوي على فقط أي اعتبره جروب أي، واللي يحتوي فقط انتيجين بي اعتبره جروب بي، واذا احتوى على الانتيجين اثنيناتهم هذا اعتبره اي بي، واذا ما احتوى تشوفون مثل هذا الاو ما احتوى على اي انتيجين فلذلك نعتبره او. هسه نجي على الانتيبوديز اللي تكونت من الفيروسات والبلوشنز اللي هي هنا عندنا قلنا اي يحتوي على انتيجين اي، فإذا الانتيجين المفقود اللي هو شنو وياه هو الآخر اللي هو البي.
فإذا ما موجود عندنا البي فجسم الإنسان إذا إجا فيروس شكله يشبه شكل الأنتيجين بي فلح يكون لا أنتيبادي، فلح يكون طبيعياً أنتي بي. تشوفون هذا الشكل أنتي بي يرهم للمربع ولكن ما يرهم إلى شنو الأنتيجين اللي موجود داخل الإنسان، فلذلك الإنسان ما يقدر يهضم نفسه أو ما يقدر يقتل خلايا اللي هي تخص داخل جسم الإنسان تخص نفسه، لذلك يقتل أي أنتيجين يحتوي على بي. العكس اللي دي يصير عندنا في زمرة بي اللي هو يحتوي على أنتيجين بي، فلذلك جسم الإنسان راح يكون أنتي أي، فأي جسم غريب راح يجينا يكون يحتوي على أنتيجين أي عندنا الأنتيبادي هذا راح ترتبط به وتقريبا تبدأ عملية قتل هذا الشيء. هنا راح نلاحظ يحتوي على تو أنتيجينز، فلذلك ما يكون أي أنتيبادي. ليش؟ لأنه ما يقدر يقتل واحد من عندهم، لأن إذا قتل الأي معناه قتل الريد بلاست سيلز راح يصير عندي هيموليسيس، إذا قتل البي كذلك نفس الحالة. فلذلك ما راح تشوفون أي نوعية من الأنتيبادي، فتشوفون أنه الأي بي راح يكون فقط عبارة عن blood without any antibody. العكس هنا راح يصير بالأو، الأو ما يحتوي على أي أنتيجين لا أي ولا بي، فلذلك من السهولة أنه يكون مضادات للأي ومضادات للبي. فلذلك هسه هنا من نريد نباوع، إذا ردنا ننطي بلاد خارجي إلى هذا الجسم الإنسان، شو تتوقعون منه اللي حيستلم ومنه اللي حياخذ؟ أحد يقدر يجاوب؟ بالنسبة للأو يقدر ياخذ بلاد من هاي الزمر الثلاثة؟ لا لأن بي أنتيبودي هو أنتيبودي بي هنا، بس انتبهوا لي طلاب، هنا ما يقدر ياخذ من الزمر هذه. ليش طلاب؟ لأنه يحتوي على أنتيبودي، ما لنا علاقة بذني، لأن هو أصلا ذني موجودات أصلا هو باسم الإنسان اللي هو تايب أو. المشكلة وين؟ المشكلة إذا جبنا ذني الزمر ده شوفون ذني راح يترتبط ويا من؟ ويا ذني الأنتيبودي. فهذا اللي جسم الإنسان اللي احنا نطيناه البلاط رأسا اللي حيصير به تكتل ويصير عنده هيموليسيس، فما راح استفاد من هذا البلاد نهائيا، وبنفس الوقت ممكن راح يسبب لي امور اخرى هسه راح نشوف التجلط. الشيء الرئيسي اللي احنا نحتاج لبلاد تايبنج خاصه بالمستشفيات بالسيرجري وات ايفر بالحاله السي سي يو بالار سي يو بلاد تايبنج خاصه بالسي سي يو لايف سيفنج بروسيجر، انه اذا واحد فقد دم بكميات كبيره لازم انه اعوض هذا الشيء. في بعض الاحيان اذا تاخرت اسوي مطابقه على مود اعرف بلاد مات، وهذا يحتاج الى وقت، ممكن انه الشخص عندي مات، فشنو اللي اقدر انطي؟ لازم انطي فد نوع معين انا اعرف انه هذا ممكن ما ياثر عليه، صح به خطوره نوعا ما ولكن هو لايف سيفنج بروسيجر. راح نتكلم هنا على الاجلوتينيشن. الاجلوتينيشنز اللي هي الرياكشن اللي يصير بين ذا انتيبوديز اند انتيجينز. فاذا شخص ريسيف بلاد ويكون هذا البلاد رونج تايب، شنو اللي حيصير؟ راح يصير رياكشن بين انتيبودي اند الار بي سي اللي موجود الانتيجين بيها. من اللي حيصير؟ راح يصير اجلوتينيشنز، ممكن راح يصير كلامبنج، ممكن الار بي سي راح يصير بيها تجمع ويسوي لنا اهم شيء بلوكج اوف بلاد فيزلز. صوت واضح طلاب؟ خاف انقطع عند الانترنت يمكن. واضح دكتور. تمام صارت يمكن عندي مشكله شويه الانترنت. اوكي. فلذلك راح يصير فشيء جدا خطر انه يصير بلوكيج، انه هذه الكلامبنج اللي تصير بالنسبه للار بي سي راح تتجمع بالاماكن اللي هي الانتقال البلد من اللي هي اقل سمك تصير او اقل ديامترز اللي هو بين الارتريولز وبين الفينيولز اللي هي هذا الارتباط الشعيري، هذا راح يغلق عندي ممكن انه يسوي لي اسكيميا وممكن توصل مرحله الديث.
هذا الشكل اللي حيصير توضيحي اكثر بالنسبه للاجلوتينيشن شلون يصير عندي الرياكشن. خلينا نفرض هذا التايب بلاد اي. التايب بلاد اي قلنا انه هو ما يحتوي على انتيجين بي، فلذلك ايش راح يكون؟ راح يكون انتي بي. فلذلك الانتي بي ويا الانتيجين اي ما يصير تفاعل، ليش؟ لان تشوفون هذا الارتباط الشكل مالته المثلث ما يرتبط على الدائره، فماكو هنا اي تفاعل. راح يبقى هذا بالبلازما يفتر عندي الانتي بوديز، والار بي سي تبقى فري وماكو اي شيء راح يصير عندي، لا تحلل ولا تفاعل ولا اي شيء. اللي راح يصير اذا انه انطيت بلاد راح يكون زمره خاطئه. مثلا هو اي، انا انطيت جروب بي اللي هو يحتوي على شنو؟ انتيجين، عفوا انتي بودي اي. الشكل مالته مطابق فراح يصير عندي اتحاد. تشوفون الانتيجين هنا اكثر من واحد بالار بي سي بوحده. فهنا صار عندي ارتباط ويا الثانيه، فالانتي واحد ربط ايش قد؟ اثنين. هنا ممكن ايضا انتي بودي راح يربط مثلا ويا اخرى. هنا ويا اخرى ويا اخرى ويا اخرى، وبعدين يصير عندي فت كتله جدا كبيره من تجمع الار بي سي. ومن صار عندي هذا التجمع صار عندي شنو؟ اجلوتينيشن، وصارت عندي بدايه الخثره. شفتوا التفاعل شلون صار؟ هذا احنا اللي نخاف منه، التفاعل الاجلوتينيشنز. نجي على الجدول الاخر المهم اللي هو المن ينطي والمن يستلم. فنجي على اول واحد، لان الجروب الاي بي مثل ما قلنا جروب الاي بي يحتوي على تو انتيجينز بالغلاف الخارجي مالته الاي والبي، لذلك ما يقدر يسوي انتي بودي خاصة. فما نشوف اي انتي بودي بالبلاد مالته. اذا ما شفنا انتي بودي يقدر ويلح يحتوي على انتيجين، فلذلك انا ما اقدر انطي لبقيه الجروبات، فلذلك المن انطي؟ انطي فقط اللي ينفذ زمرته اللي هو الاي بي فقط اللي هو ما عنده انتي بودي، فانا اقدر انتي بودي يعني اي بي على اي بي ماكو اشكال راح ينطي. اما عندك مين يستلم؟ فراح يستلم من الكل. ليش؟ لانه ما يحتوي على اي انتي بودي، فاي نوع من الانواع اللي الموجوده راح يجي ويحتوي على انتي جينز ما راح يصير عندي اي تاثير، ليش؟ لانه اصلا عنده تو انتي جينز، فاي جروب راح يجي راح يستقبله بشكل طبيعي. طلاب لا تنسون احنا دا نتكلم هنا باكيت ريد بلاست سيلز، يعني فقط الاسي وليس دا نتكلم عن البلازما. اذا انطينا نوع اخر مثل نوع الاي يحتوي على انتيجين اي، العكس الانتي بودي راح يكون له. المن راح يعطي؟ راح يعطي فقط للاي، وراح يعطي للاي بي مثل ما قلنا هنا. مين يستلم؟ راح يستلم من الاي وراح يستلم من الاو، وكذلك للبي. اما الاو الاخير ما يحتوي على اي انتيجين، ولكن يسوي انتي بودي للتو انتيجين، يعطي الانواع كلها للاي بي للاو لكلهن. ليش؟ لانه ما يحتوي على انتيجين، فلذلك ما يسوي لاي تفاعل ويا اي انتي بودي. والمشكله الاكبر يحتوي على اي انتي بودي، فلذلك ما يقدر ياخذ من اي نوع، يعني بس ياخذ يكتشف انتيجين راسا يسوي عنده ارتباط. اذا هذا شو نسميه؟ الواهب العام الاو. اما الاي بي نعتبره المستلم العام. واضح الجدول هذا طلاب؟ احد عنده سؤال عليه ان شاء الله؟ تمام. اكو انتيجين اخر اكتشفوه اللي هو الار اتش فاكتور، او ما يسمى بالعربي العامل الرئيسي، اذا سامعين به بالمرحله الاعداديه. شنو هذا الار اتش؟ هذا الار اتش فاكتور شافوه بالاضافه للاي بي او انه موجود في بعض البوبوليشن، وبعض الاخر بده يشوفون انه ما متواجد. شافوا عدة أنواع موجود من عنده، موجود من عند السي والدي والإي، سي سمول دي سمول والإي، لكن أهم واحد وأكثر واحد هو popular اللي هو الدي أنتيجين، ويكون جدا فعال وتأثيره جدا قوي بالنسبة للجسمس. أما البقية فيعتبرن نهملهن ما لهن أي تأثير.
فإذا الشخص احتوى على أنتيجين دي أعتبره RH بوزيتيف. سامعين أكو بوزيتيف ونيجاتيف، دي يجينا من هذا العامل الأنتيجين. إذا ما احتوى على هذا الأنتيجين يعتبر نيجاتيف. فشي بهذه البساطة، موجود بوزيتيف، ما موجود يعتبر نيجاتيف. الشيء اللي يميز عن الـ ABO انه هذا الانتيجين ما يكون انتيبادي طبيعيا من الفيروسات مثل ما قلنا البكتيريا والبلوشن فروم انفايرمنت. فلذلك خلي بالك هنا أنا خطين نون ناتشرلي اكورينج انتيبادي اجانس ار اتش انتيجين، ما يتكون عندي نهائيا من الولاده الى الممات بالنسبه للشخص الانسان، ما يصير عنده انتيبادي. وقت يصير عنده بدي يصير اكو عنده انتي بدي في حالات معينه. الحاله الاولى في حاله الترانسفيوجن، اذا نقلت له بلد خاطئ، اذا هو نيجاتيف يعني ما عنده انتيجين وجبت له بلد بي انتيجين، فلذلك جسم الانسان راح يكتشفه، ورا ما يكتشفه راح يفعل الاميونيتي، ممكن ورا اسبوعين شهر شهرين راح يبدي يكون انتيبادي ضد هذا الانتيبي وتبقى هاي طول العمر موجوده عنده. فاذا مشكله انه اذا انطيت بلد خاطئ. شوف كميه البلد اللي هو تكون خاطئه بس مؤثره، حتى لو اعطيته نصف مول، نصف مول ممكن يسوي لك انيشيشن للاميونيتي وممكن يفعل لك الاميونيتي وبالتالي يسوي لك تعرف على هذا الانتيجين، وبالتالي صار عندي نيجاتيف العفو انتيبادي له، وما اقدر انطي بعد مستقبلا اي بلاد راسا اللي حيأثر عليه اذا كان بوزيتيف. فهنا الخطوره اللي راح تصير اول اعطاء ما راح نشوف عليه اي، خلينا نقول يعني ماكو اي تفاعل، لكن الاعطاء الثاني لا، يعني اذا حصل هسه بلاد ولا 5 سنين 6 سنين ايضا انطيناه بلاد خاطئ، المره الثانيه راح تكون انتيبادي موجوده وفعاله بكثره، فراسا راح يصير تفاعل ممكن راسا يموت بلحظتها، اما الاولى احتمال جدا يعني راح يعبر وتكون سليمه. النوعيه الثانيه اللي حتصير نتيجه المذر بريجننت وومن، سامعين انه بعض الحالات شخص مثلا يعني تكون بريجننت وقالوا انه دم الطفل غير مطابق، سامعين بيها، فينطوها ابره مضاد للتطابق، اكيد مر عليكم يعني سامعين بيها او صار قدامكم. شنو اللي دا يصير هنا؟ أنا اللي دا يصير انه قلنا المشكله بالمراه اللي تكون تحتوي على الار اتش نيجاتيف، يعني اللي ما تحتوي على انتيجين. فاذا كان الشخص الزوج يحتوي على بوزيتيف فممكن جدا تتوارث للطفل، بعضهم راح ياخذ البوزيتيف وبعضهم راح ياخذ النيجاتيف. فلو حدث انه البريجننت وومن تكون نيجاتيف، خليها ببالك البريجننت وومن تكون نيجاتيف يعني ما تحتوي، والتشيلدرن يكون بوزيتيف يعني يحتوي على انتيجين، هنا طبعا الحاله تمام، يكمل الولادة الحال تقريبا يوم الولادة ماكو تأثير. ليش؟ لأنه بلاسنتا تمنع أنه ينتقل البلاد between الومن and children. لكن في حالة الولادة دي يصير أكو مثلا قطع، إذا تعرفون مثلا بالحبل السري أو دي يصير أكو فد بليدنج معين، مرات يمتزج دم الطفل مع دم خلينا نقول المذر، من امتزج صار عندي انيشيشن للانتيبادي وبدا جسم الانسان يطور اميونيتي لهذا الانتيبادي. فاذا لحقنا له خلال 72 ساعة يمكن انه نقضي على هذا الار بي سيات اللي طبت، وممكن انه نقضي على هذا الانيشيشن وما يصير عندي انتيبادي. فلذلك الطفل اللي راح يجي مره ثانيه او اللي بعده الطفل الثاني راح يكون سليم. اما اذا ما لحقنا وما صارت،
صاعدها شنو؟ تعرف المن للانتيبادي. اول ما يتكون الطفل الثاني بعد باول مراحل النمو مالته، بعد اول شيء بعد ما متكون البلاسنتا على مود يفصل البلد مالته، البلد راح يكون نوعا ما يتغذى من الام. فاذا شاف البلد بدا يتكون بجسم الطفل نوع بي بوزيتيف، راسا راح يقضى عليه، من قضى عليه معناه وقف النمو مالته، صار عندي ابورشن بعد بالبلا، يعني اول ايام الجستيشن راح يصير عندي ابورشن بالنسبه لي. لذلك راح تصير عمليه اللي هيمولايتيك ديزيز اوف نيو بورن، هيمولايتيك ديزيز اوف نيو بورن، او ما يسمى بالارثروبلاستوسيس فيتالس، ده يصير قتل للطفل بعد قبل ما يتكون وتصير به الروح. ليش؟ لانه ده يصير عندي اختلاف بالزمره بين المذر ان الفيتاس. تجربه مالتنا المفروض اذا اشتغلناها، اعتقد ما راح نشتغلها هالاسبوع، هي المفروض سهلة، نحتاج فقط مايكروسكوب عند الحاجة، يعني مو دائما نحتاجه، نحتاج الى استرال بلاد لانس، استرال كوتون، الكهول، ونحتاج الى عيدان مال الاسنان اللي هو التوثبيكس اللي هي بدون النعناع، هاي شايفيها العياد مال الاسنان، احتاجها في عملية المزج، احتاج الى سلايدات كلين اند دراي مايكروسكوبك سلايد، واحتاج الى انتي سيرام اي، انتي سيرام بي، انتي سيرام دي. هذا شنو اللي يفيدني؟ الانتي سيرام اي يحتوي على انتي بودي للاي، فلذلك اذا اكو انتي جين الانتي بودي راح يرتبط وياه، راح يسوي لي تفاعل، فراح يصير عندي شنو؟ اجلوتينيشن، فاعرف انه هذا الشخص عنده انتي جين اي، وكذلك للبي وكذلك للدي. فالثلاثه انا احتاج الى انتي اي، انتي بي، انتي دي، من خلال ذن الثلاثه اقدر اعرف زمرة هذا الشخص وات ايفر اللي موجود عنده. شنو اللي حيصير؟ احتاج الى ثلاث قطرات فقط بسيطة من البلاد، حطهم بهذا الشكل، تشوفون هذا الشكل، حط هنا قطرة وهنا قطرة وهنا قطرة، وعلم عليها اي بي مثلا ودي، وابدي احط قطرة من كل انتي سيرام موجود عندي، مثلا هنا اي احط انتي اي، هنا بي احط انتي بي مثلا، وهنا دي واحط انتي دي، وابدي اشوف وين ما يصير التفاعل اقول هذا الشيء بوزيتيف واحط عليه اشاره. تمام؟ فخلنا نفرض هنا انا صار عندي، هنا صار عندي تفاعل، وهنا صار عندي تفاعل، وهنا انا ماكو تفاعل، شنو نوع البلاد اللي عندي صار؟ احد يعرف؟ اذا صار عندي بالأي شنو؟ اي موجب بالضبط. زين اذا صار ثلاثه التفاعل اي بي، اي بي وات موجب، واذا ما صار ولا تفاعل او نيجاتيف، او نيجاتيف. تمام؟ فتقدرون بسهوله راسا تعرف شنو النوع البلاد عن طريق التفاعل اللي راح يجي هنا قدام كل واحد. اذا صار عندك تفاعل تكتب هنا مثلا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف مثلا، وراها تبدي تعرف شنو النيجاتيف اي، يعني اذا ما عنده اي، بوزيتيف بي يعني هو تايب بي، بوزيتيف هو نيجاتيف بالنسبه للدي، بوزيتيف اذا هو بي بوزيتيف، نيجاتيف بي نيجاتيف، والبقيه راح يكون سهل في التعرف على الزمر اللي موجوده عندنا. اهم شيء لازم تميز انه شلون يصير عندي التفاعل، شلون اعرف انه صار عندي اجلوتينيشنز، وشلون صار عندي نو اجلوتينيشنز، شنو اللي حيصير عندي؟ في بعض الاحيان، في بعض الاحيان البلد راح تشوفه انه صار تكتل واضح جدا للعين، يعني صار البلد بدل ما يكون صافي يصير قطع بيه، شلون كانه هذا اشوف النيوتروفيل النيوكلياس مالتها تقريبا نفس الحاله، راح اشوفه تعرف انه هذا راسا اكو صار تجلط عندي، اوكي صار بوزيتيف. في بعض الاحيان لا تشوفه كانه ما صافي، ولكن هو اكو تكتل، ولكن دا يصير نوع من انواع خلينا نقول تايني، خلينا نقول فالتايني شيء ناعم كلش. هذا شلون اشوفه؟ اخليه تحت المجهر راسا، راح اشوف الخلايا متكتله في وحده، فاعرف انه
مش يشوفون السيارة تمشي فري، لا يشوفون وحدة مرتبطة باللخ، فإذا نعرف إنه هذا صار عندي agglutinations، فممكن أشوفه واضح جدا، ممكن أشوف لا إنه دي يصير أكو نوع من أنواع الagglutinations بس ما يبين، ممكن أشوفه داخل الميكروسكوب. هذا من الأنواع، تشوفون هنا شو يصير عندي، هذا من أنواع الواضح. شوف التجلط هنا اللي صار عندي، تكتل بالنسبة للآر بي سي، تخيل هذا بالبلط، يعني هاي قطرة بلاد وصار عندها هذا التجلط نتيجة القلوب الخاطئ. تخيل بجسم الإنسان شلو حيصير. يشوفون هذا، هذا ممكن إنه باللارج أرتري ما يصير عندك مشكلة، ولكن بالسمول أرتري اللي حيصير بمشكلة، اللي حيصير عندها أوكلوجن. هذا ماكو مبين عندي، هذا نيجاتيف وهذا عندي بوزيتيف. هسه مثل ما قلنا هذا الأول شنو؟ طلاب سهل، هذا اي شنو بوزيتيف؟ هذا اي بوزيتيف، هذا شنو عندي؟ بي بوزيتيف. هذا شنو؟ اي بي بوزيتيف. وهذا شنو؟ او نيجاتيف. تمام، يعني بالامتحان اذا جاكم او كويس سهله مو شاء الله، لا تحسوها بصعبه. شنو الكروس ماتشنج؟ شافوا في بعض الحالات انه الشخص حتى لو انطي او نيجاتيف، احنا مو قلنا الاو نيجاتيف واهب عام متفقين عليها مو؟ المشكله شنو اللي دي يصير عندي؟ انه هذا الشخص حتى لو بده انطي واهب عام ممكن يحتوي على انتي بادي، ليش؟ لانه ممكن بالطفوله مالته صار عنده خبط بالبلاد مالته ويا اي شخص ويا اي شيء معين، او اخذ بلاد وما يدري هو، فصار عنده الانتي بادي. فحتى الاو نيجاتيف ما اقدر مباشره انطي المن للشخص البوزيتيف او النيجاتيف، لان ممكن يحتوي على انه انتي جينز او عنده تفاعل او مهما يكون ويسوي لي نوع من انواع الاجلوتينيشن. فشنو يصير عندي حاليا؟ في بعض، هسه مو في بعض، في كل المختبرات من يريدون ينطون بلاد اذا سامعين بها يصيحون مطابقه. يعني لا سمح الله اذا واحد عندكم مثلا مريض وعنده بالمستشفى، قبل ما يطببوا له العمليه راح يقول له روح سوي لي مطابقه بلاد. زين شنو مطابقه بلاد؟ مو انا اعرف انه هذا الشخص خلينا نقول او مثلا او بي، فاكيد انطي نوع من انواع البي بوزيتيف. راح يقول له لا روح سوي لي مطابقه. شنو المطابقه؟ المطابقه ياخذ سي سي او سي سي ان من البلاد للشخص المريض ويجيبون البلاد اللي ممكن انطيه اياه. مثلا انا عندي شخص اي بي بوزيتيف، فاجيب زمره اي بي بوزيتيف اخذ من عندها سي سي واخذ منها سي سي وامزجهم. اذا ما صار تفاعل هذا اعتبره مطابق واخليه. اذا صار تفاعل حتى لو نفس الزمره قلنا ممكن انه سبب من الاسباب فبلح يبطوه اياه، فهذا ما تسمى بالكروس ماتشنج او المطابقه. في بعض الاحيان المطابقه ممكن احتاجها في عمليه الاورجان ترانسبلانتيشن او بلاد ترانسفيوجن، بالله عرفناها. الاورجان ترانسبلانتيشن شافوا انه اذا الزمر مختلفه ممكن انه الاورجان ما يتم استقباله من الجسم، وممكن انه بسهوله انه يرفض هذا الشيء، خاصه بالكدني ترانسبلانتيشن بروسيجر. مراجعة بسيطة بالنسبة لليونيفرسال دونر واليونيفرسال ريسيبنت، الواهب العام والواهب والمستلم العام. هذا تحفظوها طلاب، هذا الشكل تحفظوه يسهل لك هواية أمور، إنه مثل ما تشوفون الأو ينطي للجميع ولكن ماكو سهم إنه ينطي، الأي بي يستلم من الجميع وماكو سهم ينطي للآخرين، أما البي ياخذ من الأو ينطي من الأي بي، او الاي ياخذ من الاو وينطي للاي بي. تمام، هذا فشي واضح او فشي بسيط. اما للتعاريف اذا تردوا موجود هذا عندك، انه اليونيفرسال دونر وشنو اليونيفرسال ريسيبنت، اللي هو احنا قلنا انه ياخذ من كلهن ثيوريتيكلي كان بي جيفن تو اور فور بلاد جروب، قلنا بس ما نقدر ننطي، ليش؟ لازم نسوي الكروس ماتشنج. هذا الادراك طبعا هذا اريدك بس تعرف لي انه هو انتي جي انتي ار اتش انتي بودي، هو مضاد للانتي بودي المتكون، فلذلك ينطوه اياه خلال
خلال 72 ساعة. أهم شيء تعرف لي خلال شو وقت هذا ينطي من يصير عندك البيرث اللي هو الديليفري اوف بريجننت وومن، وراها عندك مجال 72 ساعة تنطي هذا الدراج اللي هو الان تي دي. إذا عبر هذا الوقت الفرص أنه تمنع تكون أنتيبادي راح تكون جدا ضئيلة، ممكن أنه المذر بالحمل الثاني، ممكن أنه الطفل يصير عندي بي أبورشن. ممكن واحد يسأل أنه أوكي زين تصير عندي هاي الحالة زين، إذا اختلف البلاد Why does IB incompatibility rarely produce hemolytic disease in the newborn؟ يعني إذا شخص خلينا نقول المذر أو هنا المذر أو ما تقدر تستقبل أو الطفل أو والمذر مثلا خلينا نقول أي بي، خلينا نقول أي بي، الأي بي ما يقدر ينطي بلاد للأو ولا العكس، شلون دي يصير؟ ليش ما دي يصير هذا compatibility between two خلينا نقول هذول الشخصين؟ خلي بالك إنه الأي بي أو هو من نوع إذا سامعين بي وقاري يمكن بالإميونيتي اللي هو الجاما جلوبيولين. الجاما جلوبيولين طبعا هي البيج سايز تقريبا فوق ال 180 كيلو دالتون او اكثر الحجم مالتها، فلذلك ما تقدر تعبر البلاسنتا، هي من نوع الاي جي ام الجاما جلوبيولين وما تقدر تعبر البلاسنتا، فاذا حجمها كبير ما تقدر تعبر البلاسنتا الانتيبادي، فلذلك الانتيبادي ما تروح عندي. اما الار اتش لا، الار اتش حجمها راح يكون اصغر فممكن يعبر اذا موجود عند المذر ار اتش بوزيتيف. تمام، فالانتيبوديز بالنسبه للمجاميع الاي بي او حجمها كبير ما تعبر البلاسنتا، الانتيبودي بالنسبه للدي لا ممكن تعبر، بس خلوا بالكم احنا نتكلم هنا على الانتيبودي وليس انتيجين. الانتيبودي قلنا اللي هي الاشخاص مثل الشوكه شفتوها اللي هي تفتر فري مو على البلاط، فحجمها بدي يكون صغيره ممكن تعبر وتسوي لي هاي المشاكل الاجلوتينيشنز. شافوا في بعض الاحيان انه انا ما اقدر انه استفاد من البلاد، ليش؟ لانه البلاد ممكن اسبوعين الى شهر لازم يتلف الى هول بلاد. الهول بلاد يعني شنو اقصد؟ اقصد بلازما وبلاد ار بي سي وبليتليت وكل شيء اللي يحتوي. فشافوا انه شلون اقدر ازيد هذا الشيف لايف واقدر احافظ على البلاد اللي عندي، شافوا انه اقدر انه اعزل المكونات مالته، كل مكون ممكن انه راح يصير عندي خلينا نقول بدال ما شهر ممكن يطول لي 6 اشهر ممكن يطول لي سنه. شنو المكونات؟ صار عندك الار بي سي نفسها بحدها اعزلها، البلازما بحدها اعزلها، والبليتليت. سؤال طلاب بديهي، اذا قسمت ذني ثلاث اقسام وين تتوقعون الانتيبودي راح تكون؟ بالار بي سي او بالبلازما او بالبليتليت سوليوشن؟ بالسيرام الانتيبودي وليس الانتيجين. الانتيجين صح بالار بي سي اوكي، بالسيرام بالبلازما. وين بالبلازما؟ بالبلازما. ليش بالبلازما؟ لانه احنا قلنا هو فري وليس بلاد، يتحرك فري، حجمه صغير نوعا ما بالنسبه للار بي سي، فلذلك من نعزل البلازما راح يروح الانتيبودي وين؟ راح يروح لل ويل بلازما. فثيوريتيكال ثيوريتيكال الار بي سي هنا ما تحتوي على انتيبودي تمام، ولكن تحتوي على انتيجين. في بعض الاحيان شافوا اكو بعض الحالات طلاب، هذه معلومه اضافيه لكم، رب واحد راح يسال يقول لك اوكي اني الار بي سي مثلا واهب عام، مو صحيح واهب عام الار بي سي الاو، خلينا نقول الاو واهب عام، الواهب عام معناه ينطي للاي وللبي والاي بي، متفقين؟ اوكي. خلينا نجي للنوع الاخر اللي هو النوع اللي يحتوي على انتيبودي، مثلا الاي يحتوي على انتيبودي بي، احنا قلنا انه ينطي اوكي،
ينطي هذا الى الاخر. لكن الانتي بودي اللي موجود، احنا قلنا الاي بي ما بي انتي بودي، تذكروها الاي بي ما بي انتي بودي، فلذلك ما راح يتعرف على الانتيجين. المشكله وين؟ المشكله هو هذا البلد انطيته، خلينا نقول بطل او بطلين، يحتوي على انتي بودي للبي، صحيح او مو صحيح؟ فهذا ممكن يدخل يسوي لنا بجسم الانسان بعض التكتلات، فراح يصير عندي هيمولايسيس، فما راح استفاد كامل من البلاد، بعضها راح يصير بهيمولايسيس. وصلت لكم فكره يا اعيدها؟ ممكن اعاد شويه، نرجع على هذا، بس احنا تقريبا احنا كملنا ما عندنا شيء. اوكي والله، فشي سريع على مود، بس على مود تخلي ببالك هذا الشيء. خلينا نجي لهذا المثال طلاب. شخص اي بي، واضح يحتوي على اي بي انتي جين، ما يحتوي على انتي بودي، تمام؟ فلذلك اذا انطيت بلاد تايب اي، واضح لهذا الشخص، احنا قلنا ممكن يوم ما ممكن، ممكن جدا. ليش؟ لانه يحتوي على انتي جين اي، الانتي جين اي اصلا موجود بالاي بي، فلذلك ما راح يشوفه في شيء خلينا نقول فد نوع من انواع الجسم الغريب، فما راح يسوي له انتي بودي خاص به، فالشخص هذا ما راح ينظر من الانتيجين. لكن اذا انطيت البلاد هول بلاد، الهول بلاد ايش راح يحتوي؟ راح يحتوي على انتيجين اللي هي ار بي سي، وش يحتوي ايضا؟ يحتوي على بلازما اللي هو ايش يحتوي؟ على بي انتي بودي بي. كميته صح موجوده قليله اللي موجوده، لان حسب الكميه اللي انا انطيتها فقط، ولكن هذا البي راح يسوي لي تفاعل ويا من؟ ويا الانتيجينز اللي موجوده هنا، وممكن يسوي لي اجلوتينيشنز. فاذا حاليا من الندره انه ينطون بلاد من غير زمره، يعني من الاي الى اي بي، الا بعد ما يسوي مطابقه كامله وشافوا ماكو، يلا تمام. ليش؟ على مود يمنعون هذا اللي دا يصير. ومن ينطو؟ ما ينطو هول بلاد، شو ينطو؟ ينطو فقط باكيت ريد بلاد سيل، فقط ار بي سي ينطو، ما ينطو بلازما، بلازما يعزلوها على صفحه، على مود يخلصون من الانتي بوديز الموجوده. واضحه؟ يمكن مرت عليكم، يعني هاي بس هم معلومه اضافيه لكم، يمكن مرت عليكم من صارت كورونا بداية أول 3 أشهر أو 4 أو 5 إذا تتذكرون، كان يصير إعلان إنه يقول لك تبرعوا للبلازما، يحتاجون المرضى بلازما. سامعين بها وما سامعين؟ نعم دكتور، صحيح سامعين بها البلازما. هنا إيش راح يصير طلاب؟ منو ينطي ومنو اللي يستلم؟ يعني إذا أنطي بس هذا، هذا عزلته، ما راح أنطي للمريض، راح أنطي بس هذا. من ينطي من ما ينطي؟ ايش تتوقعون؟ فقط البلازما اللي حكيناه كله بالار بي سي راح يصير عكسه بالبلازما. هذا راح يصير مستلم عام، وهذا راح يصير واهب عام. واضح للجميع؟ هذا لازم نتكلم فقط بلازما وليس ار بي سي. هذا بس على مود ليس عندكم اشتباه مستقبلا، وواحد يقول لك اريد بلازما فتقول له انا واهب عام، او اذا واحد عنده شخص او يقول له انا اقدر انطيك، لا اذا انت او ما تقدر تنطي بلازما. ليش؟ لانه انت مو واهب عام، راح تصير مستلم عام. ليش؟ لانه ده تحتوي على انتي بودي للفينين، فاذا انطيته الشخص معين البلازما ماتك راح تقتله راسا، راح تقتل مات الار بي سي. وصلت الفكره؟ تقدر تنطي ار بي سي بسهوله. ليش؟ لانه ما يحتوي على انتيجينز، فلذلك ما يكون عندك اي مشكله. فاللي كلام اللي تكلمناه هنا أنا، هذا خاص بالار بي سي، نفس اللي موجود هنا عكسه راح يصير شنو عندك؟ بالبلازما. اتمنى تكون واضح، يعني اخذت معلومات استفاديتوا بها للجميع. احد عنده سؤال اضافي؟